هاي انا عبد الله اناوي مدير قناتي على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب ويلا نشوف ازاي رسمنا الرسمه ديت. اول حاجه لازم نعرفها عن الرسم 3D ان هو خطوط وتحديدها وبعد كده تظليلها وبعد كده نخليها زهره 3D. فاول حاجه لازم نبقى متاكدين ان احنا نرسم الخطوط الاساسيه للشكل بتاعنا. الخطوط الاساسيه للشكل بتاعنا كانت الفتحه بتاعه الايد اللي هي بتبين دخول وخروج المفتاح او الشكل داخل الايد، وبعد كده بنبدا نرسم الخطوط الاساسيه للمفتاح. واحنا بنرسم الخطوط الاساسيه للشكل بتاعنا لازم نبقى عارفين ان هو 3D مش 2D، يعني ما نرسمش الخطوط الخارجيه بس، لا نحاول نرسم كمان الخطوط الداخليه. والخطوط الداخليه هي المقصود بيها بكل بساطه التكعيبه بتاعته اللي هو من الاخر الجوانب بتاعته. لازم نرسم دوت وندمجه بقطن بتاع الودان بكل سهوله. طيب يا عبد الله انت استخدمت ايه في الاول؟ استخدمت قلم كحل لونه بني، تقدر تستخدم قلم كحل لونه اسود عادي جدا، بس اهم حاجه يكون حاجه قابله للدمج، لان انا حابب ان الشكل بتاعنا او التلوينه الاساسيه تبقى شكلها شكل يعني اكنها ظلال، علشان ما نيجي نرسم الخطوط بقى يبقى باين ان تحتها ظلال ويبقى باين ان هو شكله حقيقي. الخطوط استخدمت قلم جاف اسود، في قلام جل كتير جدا سودا، بس عادي حبيت استخدم حاجه تكون دقيقه ورفيعه، ومش بس كده تكون قويه. نسيت تظليله بقلم الكحل، عملتها تاني اللي هو التكعيبه اللي انا قلت لكم علشان ما يكونش شكله 2D. التكعيبه اللي هو الجوانب او الحواف بتاعه الشكل. بعد كل استخدام لقلم الكحل لازم ادمج على طول عشان ما يبقاش شكله عريض او ما يبقاش الخط واضح، انا عايزه ظلال. وبعد كده رجعت بالقلم الجاف وبدات امشي بقى على الخطوط الاساسيه اللي انا عايزها واسيب الظلال حوالين الخط الاساسي فيبين ان هو شكله حقيقي اكتر. زي ما قلت لكم تاني تقدروا تستخدموا قلم جاف او قلم جل او اي قلم، بس اهم حاجه يكون رفيع جدا ولونه. المرحله بقى ديت مرحله مهمه جدا وهي رسم داخل الشكل. الشكل المعدني فمن الطبيعي ان هو يكون عاكس اضاءه كتير، فبالتالي لازم اكون راسم حوالي يعني الشكل نفسه بلون ابيض ودمجه ببعض الاسود او بواقي الاسود علشان يدينا الشكل الرمادي او شكل المعدن دوت. ممكن نحط عليه بودره في الاخر، بودره يكون شكلها رمادي وتدي شكل احسن، ممكن وتظبط. دلوقتي كنا بنحاول نرسم ظلال اكتر للشكل او شادو اكتر باستخدام قلم كحل اسود وبدمجه بقطن الودان عادي، والخطوه دي مهمه عشان تبين الشكل ان هو محطوط على الايد مش مرسوم على الايد، ودمج الخطوه دي مهمه جدا. استخدمت بقى دلوقتي شادو اسود عشان يبين الشكل او يبين الشادو اللي انا حطيته اقوى، واستخدام الشادو او استخدام الالوان البودره بعد الالوان الكريمي بيخلي شكلها احلى بكتير. بصوا بقى ديت انا بدي في عمق، يعني بخلي اكن القطعه او الشكل الحته اللي مقطوعه في ايدي شكلها عاليه، والاسود ده شكلها داخل لجوه فهيبين اكتر ان هي جوه ايدي. واللون الابيض بقى اللي انا برسمه دلوقتي على الحواف بيبين قد ايه ان ايدي طالعه، بيبين الجلد او الشكل جزء الخارجي من ايدي ان هو طالع عن الشكل ده. فبتدي كده دايمنشن اللي هي بعد عشان تحسسك ان الشكل 3D. وبندي بقى شويه كده ابيض على الحواف علشان من الطبيعي ان الابيض او الاضاءه بتكون منعكسه عن الحواف اكتر من الحاجات الداخليه. وبعد كده نبدا ندمج دوت عادي، كل ما نحط حاجه ندمجها. ودلوقتي بستخدم لون ابيض بس ابيض من اللي هو الابيض القوي. في المرحله دي استخدمت لون برتقاني عشان ابين بقى ان هي ايديا ورمه، ما هو مش هتبقى داخله في ايدي ومفيش ورم ولا في التهاب ولا اي حاجه. بودره خفيفه جدا وحطيتها على الحواف مش في كل ايدي عشان تبين ان هي ورمه. بصوا شكلها بقى رائع جدا وطبيعي جدا وشكلها جميل جدا. وهنستخدم شويه حاجه بتلمع كده ونحطها على الجزء دوت عشان نبين ان الجزء دوت بارز او هو كان في حاجه داخل او حاجه جوه، فبتبين اكتر ان هي شكلها حقيقي. طبعا مش هننسى نرسم رقم المفتاح، كان 10 و11، طبعا رقم عشوائي ممكن نستخدمها 13 و14 20 و25 براحتنا، بس عادي يعني الشكل حبيت ارسمه 10 و11. رسمته الاول بلون اسود
وبعد كده عملت بعد كده باللون الابيض عشان يبين برضو الدايمنشن او يبين فرق او تباين. انا عايز الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي تقول لي هو انت شايف القلم او شايف الشكل دوت 3D ولا لا، وقد ايه انت مقتنع بيها ان هي داخله جوه ايدي ولا لا. ولو اقتنعت ما تنساش تقول لي برضو هتعمل زيي ولا لا وهترسم ولا لا. وده بقى الشكل النهائي. عايز اقول لكم شكلها حلو قوي وانا كنت حاببها جدا، بس للاسف بعد كل لوك لازم امسحه او يعني مش هعيش كده. حطيت عليها البرو كوت بتخلي شكلها احلى طبيعية اكتر، وتيجي الصدمة النهائية اللي كلكم متوقعينها. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتكتب كومنت تقول لي ايه رأيك في الشكل دوت، وهل هتعمله ولا لا، ومستني كومنتاتكم. بحبكم جدا، ويلا بينا نمسح ده. يلا نمسحه. عبد الله قناوي، تقدر تلاقيني على تيك توك وانستجرام وفيسبوك وكمان يوتيوب اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي. اشوفكم على خير، باي باي.